هشام المعدلي من سوريا، العب مركز جناح يعني. دوري في ملعب بعض الريباوند، فاست بريك، اختراق. طبعا تسديد ثلاثيات. 今年我觉得他的投篮非常出色，然后比以往任何一个赛季都要出色。 Mitch is a great shooter, and we're so happy to have him this year. You know, he gave another dynamic of scoring that we really needed. This year, he's getting really good three-point shot. He's getting good shot from spot shot and even catch and shot and after screen, and he's improving a lot. And then. أنا أسدد بطريقة جيدة، ولكن لست من المسددين المختصين بالثلاثيات. تابعت تركيزي على هذه النقطة وحاولت أن أطورها وأتدرب أكثر وأكثر على التسديد من كافة مختلف الوضعيات، لأن ليس لديك الوقت الكافي لكي تركز وتسدد. يعني عندك نص ثانية أو ثانية بالكثير حتى تسدد وبطريقة صعبة. هذا ما افعله في التمرين حاليا، والحمد لله. صراحة انا مقضي اغلب وقتي في ملعب كرة السلة، يعني من عمري مقضي اكثر من نصف عمري في ملعب كرة السلة، لاني احب هذه اللعبة واحب كل يوم ان اعمل على نفسي واطور نفسي. هي يعني اللعبة، هذه اللعبة هي حياتي، وما في شيء يعني لا يوجد اي شيء يمنعني عن مزاولتها وتطوير نفسي، وكلما تعمل اكثر كلما تحصل في النهاية. في سوريا بشكل عام كرة القدم اكثر شعبية، ليس هناك اي احد في اسرتي يلعب رياضة، ولكن عندما اصبح عمري 9 سنوات اخذني ابن عمي الى نادي الجلاء لكي العب كرة السلة. كان فخور عودتي الى نادي الجلاء وحققت العديد من الالقاب. نادي الجلاء هو نادي عريق جدا وصاحب بطولات وانجازاته، لكن من الماضي اخر بطوله حققها لفريق الجلاء كانت عام 1979 على ما اعتقد، ومن ثم غاب عن البطولات بشكل نهائي. وعدنا مع جيلنا، جيلي انا واصدقائي، لكن فريق الجلاء كان لديه كميه كبيره من المشجعين والجماهير، خصوصا عندما يلعب مباراه خارجيه قويه. كنت تشاهد الصاله مليئه والصالة جميلة، وبصراحة أنا حاليا أشتاق كثيرا لهذا الجمهور واللعب في سوريا أمام هذا الجمهور الرائع. الدوري الصيني على النطاق الآسيوي هو أقوى دوري على نطاق اسيا. تفاجات يعني، كنت اتوقع انه سوف يكون دوري سهل يعني، ولكن تفاجات انه دوري ليس بالسهل ابدا، دوري صعب. والتفاجات بالامكانيات البدنيه للاعبين الصينيين. طبعا هذه مهمه اللاعب المحترف، يعني اما يتاقلم او لا يتاقلم ويعود الى بلده. فالحمد لله انا من اللاعب الذي اتاقلم مع الـ مع الـ مع الوضع اللي انا فيه. 能够在吉林这个整个这个外线拉开空间，能够更多的机会去投篮。我相信有他们在，肯定能给吉林队带来更多的胜利。他会改写这吉林队的记录，也会带着吉林队进一步向前。阿朱 رائع واكثر من رائع. الجمهور منفعل دائما ومتحمس معنا ويشجعنا بحرارة لآخر ثانية، وأتمنى أن نشاهد المزيد منهم في المباريات القادمة. العلاقة رائعة جدا مع المدرب ومع زملائي. المدرب، أعتقد المدرب ذكي جدا ويعرف كيف يدخل إلى قلوب اللاعبين، فالكل كل اللاعبين تحبهم، كان أجانب وإن كان محليين، وهذا شيء مهم جدا. شخصية المدرب بغض النظر عن كرة السلة ومفهوم كرة السلة، فإذا كانت شخصية مدرب محبوبة لدى اللاعب فإن اللاعب سوف يعطيه الكثير الكثير. 他表现得非常，而且这个人非常勤奋，也比较就是比较简单。
打球非常努力，性格比较好，然后所以我们都在一起相处的比较开心啊。 We all kind of do our own thing. We communicate with each other on the court, especially because we travel so much. We're with each other all the time.